مساء النور الاحباب، واش راكم؟ اهلا وسهلا. هذا وين قعدت من الصباح وانا نيطواي في الجدار كاع قلبتها، جبت لها الوسمه تاعها قلبتهم، جبت واحد لي مورسو تاع لو بولي راح نديرو لهم محمر ماغيني العشيه مع دي بوم دو تير ولا دوكا. جاتني جوعه خفيفه، اللي حابه ناكل كدبش عليكم، راح ندير لهم بتي ساندويتش. مساء النور، مساء الخير، واش راكم الاحباب الغالين؟ واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير، مساء النور، مساء الخير، واش راكم؟ مساء النور، ان شاء الله تكونوا بخير. هيما شراكم الاعزاز الغاليين، اهلا وسهلا، مساء النور. اختي جاتني واحد الجوع، اختي راني مفشقة. بدايتك شابة عياش، ميرسي. مساء الأنوار، نموت عليك فازو، ميرسي. كيكو أهلا، سلام أهلا. نقعدو نسلمو دوكا ولا يلا نسلمو ولا نبداو؟ أيوا هاني جوعانة. أيا بارطاجيو اللايف البنات، بارطاجيو. اهلا وسهلا، اهلا، واش راكم؟ والله ما جبت هذيك لاباري الكبيره، مانيش قادره عليها، خصنيها ومن بعد وكاع لي ميته، والله ماني دايره بيها. مساء النور، ناكلو من بعد. سهل خياتي العزاز، واش راكم؟ اهلا وسهلا اختي، اهلا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مساء النور، اهلا. ماش نزوخ بزاف اختي، فاش نزوخ اختي؟ لازم تشوفي لي فيلم داكسيون باش ما تشوفيش انسان، لازم تشوفي له بال مولو. لا كتشوفيني حاكمه سامحي وقعتي اختي، واش منزوخ قاعد لي؟ بديت لك بالشغل وكاع، واش منزوخ اختي؟ واش منزوخ كلمه تزياني؟ واش منزوخ اختي؟ واش منزوخ اختي؟ واش منزوخ ماني منزوخ ما نعرف مكان انايا، واش منزوخ قاعد لي اختي؟ واش منزوخ؟ خلي الواحد فيه مو اختي، خلي الواحد فيه مو، خلي الواحد فيه مو. انت جايه تزغزغي عليا اختي، واش من زوخ؟ فوزافي اون كويزين مانيفيك، ربي اختي ربي يحفظك. فرغناها كومبلي، خرجنا كاع الدوزان برا، حنا كاع فرغناه، خليت غير الثرموميكس هذاك حتى ما توسعش اختي. شراكم الف ان شاء الله اختي، ربي يحفظك مبروك، ربي يحفظك اختي، ناخذ بالي ان شاء الله. حق بيت ربي ونقول لكم غير تنخلعو تريبلي يا جدك، تريبلي يا اختي. خفت نكتب لكم تريبلي ما تفهموش، حبيت كتبت لكم التوام، خفت نكتب لكم تريبلي ما تفهموش.
البطاطا نديرها فراس ولا ندير بطاطا عاديه؟ بطاطا فراس ولا عاديه يا اختي؟ سبحان الله العظيم، استغفر الله واتوب اليك يا رب العالمين. اهلا وسهلا، نشراكم طاطا، دعي لي ننجح ان شاء الله. ربي ينجحك اختي، ان شاء الله ربي ينجحك اختي، ان شاء الله ربي ينجحك بنتي، بنتي العزيزه، ان شاء الله ربي ينجحك وفرح ميمتك بك ان شاء الله يا ربي. على بالي ميمتك راهي مريضه بهذه تاع النجاح ومرض، مرض كبير يا خياتي، مرض كبير. مساء النور، انا احترام اختي، نحترمكم نحترمكم، سنتي ما نعيشكم للريسك، ما نعيشكم الاعصاب، ما فازوا غير الضحك واللعبه اختي. دق الجرس، تريبلي ثلاثة. لا واش قال لك اختي؟ كما خبز ندير، كما ديون طاشي ما خبز اختي، كما ندير الخبز هذا ولا هذا، خيروا لي. راح ندير واحد العفسه بزاف الا شهيتها في صحوه الصيما، ما بهذا بهذا دوك من بعد نوريكم اختي. قالت لولو هذا سي مون بتي كوان دو كافي، هذا يسموها راني حطيت لها البيض دوك تهبل والله غير نحيهم، بروميت لها ما نخلطش فيها بنتي. قالت لك هذا سي مون بتي كوان، هذا سي مون كوان بوغ لو كافي. فازوا كي زينه كيما اليوم، ربي يحفظكم. انتم دعموني برك البنات بلي جام وكاع باش ما يشبهونيش، راكم على بالكم انا حق هاد الدور بشهاد، ما نكذب على السينيال وحق بيت ربي العزيز، ما نعرف نكذب، ما نعرف ندير الشخبطه. أنا نقول لك يضلوا يشنخوا فيا في السينيا، انتوما دعمونا بليجان باش نقضوا على المطبخين. بدلي السنسله، علاش نبدل نقلبها ولا بدلي بدلتي؟ بو عليا لو كان دوك تقولي الزواخه، لو كان نبدا نبدل السناسل تنخلعي، خلي لي راهم في الجزائر يا اختي. تجوزت هكذا لولو لي باسكيت، انا كنت هكذا بصح دوك بطلت، كنت عندي مرض تاع الذهب دوك، اقسم بالله غير راح لي راح لي راح لي، خلاص شبعتو خلاص شبعتو. هاني مريضة قولوا البنات اما ندير ندير هاد الخبز ولا ندير تاع تورتياس؟ يلا ما نحبوش بزاف، بصح كنت حابة ندير عفسة شابة. ما نحبوش اختي، مريحتو ما عجبتنيش لولو، دير فيهم الصومون كاع انا ما يعجبنيش، نصي ما ندير فيه. ديروا حاجه ناكلوها، ديريه اللي راه في يدك يشهي. ما اختي ما عنده هذيك الريحه تاع هما هنايا تاع لي تشيز، ما نحملوش. هذا يندار فيه هذاك الصومون كاع، ما نخلطش فيها. شوفوا يندار الصومون كاع، ما تجيش بلينا فيه الشيء اللي راني متشهياتو. جربت الوصفه، ربي يحفظك وعمرها يكد اختي، ربي يسهلكم اموركم كامل. دوك نوريكم دوك نوريكم دوك نوريكم باش تفرح. مبروك ان شاء الله، ان شاء الله اختي ربي يفرج على كل وحده. ماشي الوقت اختي، لا 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 لا، نص صباع انا اختي ما نحمل، ني صباع ما نحمل، كسر راس ما نحمل والو، ما نحملش
والله ما نحمل كاع هذيك التقلاله، خلاص واحد راسو طاب، الراس طايب اخياتي. طيح فيكم ان شاء الله. ربي يحفظك صحة خير ان شاء الله. ماما جات روح تقعد ماما اختي وليدي مربي شويه ولا ما قدرت نديتو الساعه الصباح يواسي. بلاتي خاطري مرحبا، كل حاجه من عند ربي مرحبا بها اختي. شحال في عمري؟ في عمري 45 اختي، عندي 46، عندي 46 سنة اختي. لا نياو ما ماما بطلت ما نديرش لي فخيت، دوك تنخلعو واش راح ندير. بطلت دوك تشوفوا الطبق اللي راح ندير اختي، دوك تشوفوا تشاهدكم في الجنة، شاهدكم في الجنة. رامي على بالك ما طلعليش في راسي على بالك، ما خوش ما تفهمش هادي سي با بوسيبل. هم هنا حبلي في ماما هاطي وقال دوك تشوفو واش راح ندير. هادو شغلات راني غدوة ان شاء الله باش نروح ندير شوب، باش غدوة باش ندير شوبينغ. راني شوية بعيدة على الشوبينغ، خليه طرونكيل. ما بيش الرحمة ما كاش ما لقيتش الوسم تاعو. هذا ماشي تاعك، هذا ترجعه. الحمد لله. رامي يا خابك ما لازمش تصدعني، مانيش نحمل. البشاط الله يبارك يسلمك اختي. اختي والله ما نحب البصل، سيدي اللي يدير لي كارثه هذا البصل اختي. البصل ما نحملوش، بصح اوبليجي جا وقتك تحط لها العاول تاعها في النار. Did you ask me؟ هاي في النار. اي خلاص تحط لها القطه في الزجاج. قال لي راكي شغل مافيا. هاني دايرت لها الكاس تاع الماء، ما تبداو زعما دوكا توكلوا. خلاص اي اوكي روح. والله نحطم عليك من بعد. سيلي بوي.
ما نحمش غير شويه البصل اختي قلق ليه. ولدي الكبير هذاك يا سير ولدي اختي عندي وليدي كبير دقيقة البنات دقيقة تعيشو نيجي أنا أختي قدرت تشهيتها هذا عيالي يا ربي يكملني إن شاء الله أختي ربي يكملك أختي إن شاء الله يا ربي المهم لازم تكوني هكذا أختي هذه كلمة لو حل الزملها اسمع على وسم اختي لازم تكوني قادره على شقك اختي يا اختي باش تتوحمي لازم تكوني قادره على شقك ماشي روح وتوحم هاي صافا ما نحبش غير البصل مع الفلفل الحار هذا هايل تاع جامايكا اختني بصح ناكلو بو عليا دوك نوريكم الورقة دوك نوريكم اختي صبر اختي انا ماشي تعليفين فما عليش دوكا الصبر اختي حواسي ما غير حتى نقعد ناكل راسي ما غير الصبر باش ما نخلطوش بين المحتوى وكاع المهم كي تكوني هكذا اختي كي تكوني عملو حم لازم تكوني قدو شحال في عمري اختي في عمري صح ندير 46 اختي 46 هاك شحال كي تحوسي على العمر انا ما فهمتش علاش كي تحوسي على العمر والله ما فهمت اختي والله ما فهمت فهمت انا تحوسي على العمر زعما العمر حاجه ما فهمتش انا علاش كي تحوسي على العمر كي نقول لك شحال في عمري علاش كاش ما تلقاي لي عريس اختي فريد مانيش نحوس على الراجل شفت واحد الكومونتير قال لي خليها اختي خليهم يقولوا واش يحبوا ها ان شاء الله ربي لا لو كاين وشنو هاي مخلطه بنات ولاد كاريت اختي مزيان الدوله هنا تعاون اقسم بالله غير مزيان داود دولا دولا هنا عمرها ما تخليك في الزنقه عمرها عمرها هاد البلاد هاد البلاد غير كل البلدان هنا المراه هنا بلاد النساء هاد البلد بلد النساء كل الحقوق عند المراه
مستحيل مرة تنهز سيرتو عندك ولاد بلا راجل تعيشي احلى عيشه. الدوله تعاون، الدنيا تعاون، كيما تجيهم يجيك. الحمد لله يا ربي. هاي لك هاي امك شي تريح شدي نفسك. شنو سي فري وي الدوله هنا كارثه. ماك ما تقولي اي مستحيل صح. نهار تكثري على ما وصاوك يبعتوك للثلث الخالي، ثلث الخالي يبعتوهم لك. اي ماك شي تريح زيت الزيتون تاع ميمتي ربي يحفظها ان شاء الله. كنت نهضر معاها البارح ميمتي والله غبت اللي لقاو انا مع ميمتي اقسم بالله. يا بنات تقوموا لكم، انا صبحتي راه فيها مليون ونص. راكم تكسروا في راسكم يعني المهمات وصحاب البوليتيك. صبحتي موثقه وفيها مليون ونص يعني ترى كنت تكسروا في راسكم تجيو دير في البوليتيك. والله حاجه بيضاء لازم نبدا بالضبطه. مش نقدر ناكل هذا أصعب فلفل تاع جامايكا. نقصلها شوية أختي. أيما ولا 46 سنة بعدا عندك وينك يا عايشة؟ وفي الجزائر وكاك يا عايشة في الانجليز. عباك واش معناتها تربي يهديك ان شاء الله اختي. الله ربي يهديك ربي يهديك والله. طبعت عليك في الجبال نقيتها كامل. طلي مع الماكله خساره خساره عليك اختي. وكي ما نطيبش ونديرو كاع شكون بينا اختي؟ راني هكذا وكاع لو كان عروستي تقولي عايشه معايا اختي 48 سنه وهو في التليفون 48 ساعه.
الله يسلمك اختي يسلمك. ربي يفرحك اختي ميرسي. جيتني على الوسم وجيتني على الحرور ونحفل في الأكحل. جيتني على بالك وما جيتني على الشخشوخة. بالك هاد الجمعة ندير الشخشوخة. الله غير حبيت ناكل الشخشوخة. شبيك يا اختي؟ شما انت تقيلة؟ انا راني تقيلة بعد راني خفيفة. وشما انت تقيلة؟ ما نفهمش شما انت تقيلة. تقيلة معناتها تقل.
اش من قالت لي زعما راكي ثقيله؟ راكي تشوفي فيا ربي راني طيب اختي، واش من ثقيله؟ ما نفهمش اختي ما نفهمش. يا يما كي شطيت هكا هذه الوصفه البطاطا اللي دارتها في اليوتيوب. اقسم بالله غير دوك تشوفي انتي عم بالك انا ما عنديش محتوى فارغه شغل. كاش ما قلت لك انا؟ كاش ما درت لك ولا كاش ما وسيت لك؟ انا الشيء اللي قلته حاسبيني بالعنوان اختي. اي تكتب باش مازال كنت تهضروا مشاهدات، عم بالك انا تاع افلام هندي؟ خساره عليك. اسمع انا راح ننزل المستوى. خلاص يسمى واش درت في 12 صباح نهلكو على جال المشاهدات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل اختي، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا وتش تاع وحده كوميديان اللي يعرفوني، هذا وتشي تاع وحده تاع لي فيلم. حسبي الله ونعم الوكيل اختي. ما حبيتو بالسيف ترجعوني من هذوك الفئه، هذيك الفئة المعفنة تاع لي في مواستان والتبهدايل والفضايح. لا حسبي الله ونعم الوكيل اختي، حسبي الله اختي. تضلي فيا اختي، انا مادك ماشي اختي ديجا فاشيتك. انا جيعانة خليني نروحي سناي ناكل ومن بعد ساهل اختي، سناي سناي ناكل. خطي راسي دوكاع، خطيني تعيشي، خطيني خطيني تعيشي، خطيني اخطيني اختي تعيش. نطلع المشاهد واش دخلك؟ واش دخلك اختي؟ هام يحبوني، هام يحبوا المشاهدات اختي، هما يحبوا هاد لي سيجي، وانتي واش دخلك؟ هيا هما يحبوا هاد الشيء، وعلاش كي غير عندي الاخرين قاع تلموا لهم وتجوا لعندي انا تبداو تهربوا في كي كي كي. واش دخلك اختي حاج كلوف؟ اي ما حسيت اختي، اي شويه هكذا واحد الصنقه اختي تشهيتها. يا اختي عندك كي تكوني اختي ما توليش الله اختي، واحد ما بيك هذوك لي فيم وفلي لايف والجو. راني حابه وغني ومانيش قادره، راني ثقيله، هاي الدقه ثقيله، دقه لي اختي شوفي هي ثقيله، راني كي الزابوط شوف. هما كاع كانوا عندي، دوك نجيب قضيان جديد غدوة إن شاء الله. فرقت الفريجيدار كاع، تعاسبوني بربي ما قضيت من رمضان. شوف حاسبوني بربي ما قضيت من رمضان، بس كي شدي بنينة تعاسبوني بربي ما قضيت ملي خلاص رمضان. واش كان عندي وما زالت مازال كونجيلاتور، راني وحده كبيره كونجيلاتور راني نخرج فيها، باش نخرجها برا ما نزيدش نسحقها. خلاص خلاص وقت الكونجيلاتور وعمري الدوزان سي با بيان كونجلي. النهار واش دخل كل شيء؟ واش بيها كل شيء خرجت بيها؟ واش سمينا؟ راني لاطاي، لا لا راني دايرك لك ليبونج. يوكل عليك ربي ان شاء الله عايشين في الدراما اختي، وكان ماشي شويه ندير لك شويه. هاي هاي ليك، ها هاي كلشي اختي. ايوا خدك دوك نفس الجبه تاعي حيت شو هاي كلشي، هاي هاي بالك كي دايره في بالك راني دايره لك ليبونج مرتو كاع. كنتي حاسبه المصران يا اختي كلش والله على الله تاخذ لقاح نشفط راح نجلط يا اختي. كور تاعي وفرحانه به سومبليتي عشره وقرص اختي، سنين ناكل ومن بعد نتفاهم معاك. Thank you.
مالو ماركيتونيش نشرب بزاف الماء. شحال في عمرها؟ راح ندير 46. انا بنان ديال داشي نشري هاد الفريشكا دوكا، وليت غير بالتليفون تزيري بعث لي واش نحبها. ها نشري عليه غير بتيت كونتيتي هكدا، دوك نرجع حنا شي نشوف واش نديرو. كليت من الصباح وانا مع النيطلاياج من الصباح. حكمتني على الملح والفلفل الحل، حنا نقول على الفلفل الحل.
تشوط. هضري يا ما راني نطيب اختي، صبري نقعدوا في الطابله صبري اختي نهضر. ما راني نطيب انا ماشي مصحاب، انا عندي محتوى اختي، انا محتوى طياب، خذوا مني العبره. كل حاجه نديرها لكم تفيدكم اختي، كل حاجه نهضرها نديرها تفيدكم اختي. كيما انا مصحاب قالوا ناس زمان، انا ندير لكم واش ما يجيكش في بالك. اوكي كاريتا. واخا واش خصكم اختي؟ واش صرا؟ كاش ما صرا عمري؟ كاريتا راكم على الكوارث، كاش ما صرا في الجزائر اختي العزيزة؟ كاش ما صرا؟ قولوا الله. لا كاش ما في الجزائر صرا في الجزائر قولوا لنا اللي يكتبوا كاريتا. لا واخا تبعد الشر على الجزائر. واش صرا؟ بعيد الشر على بلادي. بعيد الشر على بلادي قالوا كارثة. بعيد الشر يا ميمتي. البارح كنت نهضر مع ميمتي في الليل والصرا. بعيد الشر على الجزائر اختي. بعيد الشر يا اختي، غير كارثة. عندنا غير بلادنا اللي نبكو عليها كيف كيف. عندنا غير بلادنا اللي نبكو عليها كيف كيف. ما كان حتى حاجه عندها نقدروا مع ناس وناس. كاين غير بلادنا اللي نبكو عليها كيف كيف اختي. بعيد الشر على الجزائر. وصرا اختي واش من كارثه صرات. بعيد الشر اختي. بعيد الشر امي انتي اختي. بعيد الشر اختي. بعيد الشر. بعيد الشر على الجزائر اختي. بعيد الشر على بلادي الحبيبه. بعيد الشر على راجي اختي. بعيد الشر اختي على بلادي.
قلت لك ربي يحفظك فاز وديري ديري ربي كما باش ان شاء الله اختي نفسي. جبت لهم دي ما دي كويس العشية ان شاء الله نديروهم فار نديرهم ماريني 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 ونرميهم لهم في الفوخ. راني معاكم دوكا وش رايكم؟ ما تشوط بصح بنينة حبيبات كانوا عندي حبيبات بطاطا طوماطيش هذوك باش ما يروحوش من رمضان كيما داك البصل تاع الريج هذا بليزي شالوت هادي بالبصل تاع الريج كيفاش تخرج جودتو روحي يا فازون انتي رابحه اختي لي ماكله تاع برا نيقله واسمو نزمه اختي بطاطا شوفوا كيفاش دابت اختي بطاطا ني دارتها لكم في اليوتيوب كيما درت لكم هذيك البطاطا في اليوتيوب تحبوا تزيدوا لها الفلفل الحار زيدوا تحبوا تزيدوا لها الثوم زيدوا زيدوا لها البصل زيدوا انا يعني درت لكم بطاطا تخطف العقل هكذا مقطعه تحبوا تزيدوا لها الطماطم اختي خلاص راح نتكلط تحبوا تعقدوا بالبيض تحبوا ما تزيدوا لها والو تحبوا كيما تحبوا ديروها انا راح نشخشخها اليوم هكذا وروح نرقد اختي نعيانه يا اختي الباني لو كان نكملو كاع بصحتي نكملو ونزيد نروح نزيد نطيب
تشوط يا اختي بالحال. تقطع فيقتل. وش رايكم؟ رامي
ميرسي بور لي 100 طوال حنوت يا ربي يحفظك. مالي بوفي تشالي اختلوني اي ما اختي دوخ 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 اختي دوخ اي ما دوخ كترو لي جم 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 خلينا كنتي وحين حلك في تركيا انا تركيا ما نقلش انا التراكا ما هم يرقدوني اختي تركيا يرقدها سيريا يرقدها تركيا انتي مريضه انا التراكا ما هم يرقدوني اختي روسيا ما يرقدني تركي زيريا يرقدها تركي انتي مريضه اختي انا نروحش نروح نحي اختي انا عايتي قاي بيكي وني نقعد ونمشي بدك الساشيات انتي مريضة اختي هاك وقابلة الزين يا الزين انا نروح يرقدني تركيا انا نروح نتفشش ونصرف في بلادهم اختي نروح نقول لهم الجيريان جاية بدراهمي يا لالا بوكس قلت له انا ما صليت اختي قلت الحمد لله الحمد لله اختي سكرتهم هادوما انا ما صليت فوق الطابله دبري على قمشتك ولا دبري على جبتك حق هاد العدو ربي شهاد ما رقدوني هكذا اختي ورحمة الحاج ابراهيم ما داروا لي لانيستيزي غير ركبوه لي وانا توجع حق بيت ربي ما رقدوني اختي هكذا هكذا وتزيريين اختي زيريين وشاويين اختي تضرب عليهم البابور البارود انا رحت لتما دعمت ولاد بلادي اختي واقسم بربي الكعبة ما ديت عليهم دورو ولاد بلادي اختي خلصوا هادوك وهادوك وهادوك بصح سي دي زالجيريا ومن الشاوية اختي ومن واحد من الشاوية ومن سعيدة فهمتي الوغ احشمي واللي كانت منا تركية يعني تا ماشي تركي وراسي ما غير جزائريين يا ربي ما حنا نقدوك الرجلة اخو ماشي الرجلة ماشي الرجلة الشبرق الناس يقولوا الرجلة الرجل الرجلة انت كتبتي كتبتي الرجل الرجلة ما تعرفيش كلمة ما تقوليهاش اذا الرجلة هادي قال لي فيا وقاتل ملويت لكم المصاري مالها كيفاش لو كان نوري لكم الانوثة تهربوا تولوا بالقرداش اختي عاود جات اختي وراسي ما غير عاود جات حرام يا اختي نخلي هذا الخبز اختي هضرت شوية تسجعت والله يسترنا يا ربي
وراس يما باش نطلع نرقد. يا تلي يا رام تيمو تيمو نقص له يخا 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 ناكل. قال لك il faut pas parler la bouche pleine. Thank you.
هنا معاك نفرتو كيفاش تاكلي واش واحد ما قال لك تدخلي اختي ما كيش حابه تفرجي وتشوفي وكاع واش قلت لك انا تدخلي بالسيف مانيش فاهمه اختي قالت لي واش حنا رانا معاك هنا نتفرجو تاكلي واش كيحب اختي نشطح لك بردتي اختي بردتي بردتك بردتي قالت لي علاش انا معاك انا قالت لي انا علاش انا معاك انا بالشبوك تاكلي انا شطحت لك اختي والله هاي ما اختي على جالك هاي ما اختي على جالك وخدش هاي ما اختي صحتي هاي ما طحت صحتي هاي ما نوكل عليك ربي اختي طيعتي لي صحتي نوكل عليك يا اختي ما ترحمونيش اختي ما فين تديكم النيف عليها اللي تقول لك اني توحم يديكم النيف عليها عليا ما خلي ما طلقتو يا تاكلي الراجل ما طلقتو تاكلي هادي ها روحي انت يا ما شاء الله السنسله ورحمه الحاج ابراهيم ما راكي قاعده قلت لكم ما تكرروش مزيه درتي لها غدا بانيني بعتها للمالديف صحايدك عليك وعدة نحبك نموت جاي تخلط فيا احنا بلاش انا كيفاش كبرت كبرت في خكيني قالت لي تي تاكلي وحنا نشوف علاش قلت لك روحي لعندي واختي اسكو جبتك بالسيف حبه نعوم يا اختي اني متشهيه البحر واش ندير انا حبه نتشبلق يا اختي وجهي خ عليا يا اختي ني حابه نتشبلق واش ندير سبحان الله ما تسمعوا حاتم نحبك انتي العزيزه بالله نوت عليك بالله واش نقول لك الله يرفد عليك واش معناتها الله يرفد عليك انا وراسك اختي قالت لي وحده وردت الرابع قالت لي واش نقول لك ان شاء الله يرفد عليك انا وراسك انا والله ما كبرتش انا في الجزائر في هذا العام والله ما نعرف انا اختي جيت 19 سنه هنا كنت عايشه في وقت ايلان لي غارسون ايلان جو مابيل ان لي في دلامو هذوك تاع بكري راكو تعرفوا ما نعرفش انايا ما نعرفش تيك دات واش معناتها قالت لي واش تحبيني نقول لك ان شاء الله يرفد عليك واش معناتها صح عيدك ربي يحفظك اختي نروح نرقد دوكا هذيك هي 3 و4 وقتي الله ما ولي وردت مازال لك تجاوبيني الصلاه اروح نصلي لك تحبي كي نصلي جامي ستيني نصلي خيوتها المرضى خيوتها المرضى كي مريضه على بالك قالت لك جامي شتك تصلي واختي
صح دوكا النساء ولاو يصلوا في لي بارك ولا نتو ياخي لا موضة تاع دوك، حنا ما علموناش هكذا والدينا اختي، حنا عباد قدم. قالتك جامي شتك نهضر، الله اكبر، انت مريضة عباك غير روحي داوي، والله ما نبلوكيك بصح، قالك تموتي غير بالقنطان. ما انت ربي يخفف عليك المرض، ما شكيتش، هادي قاتلي جامي شتك، هادي قاتلي ان شاء الله يرفدك، ما انت حبتني نموت. ايه ايه هادي قاتلي ان شاء الله تموتي، بوسيبل تقولي جامي شتك تصلي. بولي هادي وردة الرابعة اقسم بالله غير راحت فيها. ايه زعما انتي مهبولة وربي يشافيك انتي، وانا نقولها ان شاء الله انتي ربي يهديك ويعطيك قبل ما يديك اختي، ان شاء الله ربي يفرج عليك شوية، انا ندعي لك بالخير، انا نقولك ان شاء الله ربي يهديك ويعطيك، باسكو صحاب الكومنتات السلبيين مناقصين، صافي ان شاء الله ربي يعطيك اختي قبل ما يديك، ربي يتقبل اختي، ربي يحفظك الزينة. شوفوا الكلام الشباب، شفتوا الكلام الشباب، هذا هو الكلام الشباب، قاتلي ان شاء الله ربي قاتلي تقبل الله منا ومنكم. هكذا الحباب انا خلاص درنا لايف شباب، قلقلناه كيما حب الخاطر، نروح نعطيها شويه تكسيله، والله العظيم غير راني راح نتكسل، نروح نرقد تخو فاتيكي، راني عيانه 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 حتى ما خليش. ديرنا شي بارطاج اللي حبيتو، تهلاو في روحكم، يتهلا فينا ربي، نتلاقاو توتا لوخ، نزيدو نتلاقاو هكذا. وين شريتي الجبة تاعك؟ في الدخلة اللولة تاع صحة الشهداء، جبنا بزاف لي كولوغ منهم، جبنا مام في الباج دوغي هكذا. تهلا في روحكم، يتهلا فينا ربي، كانت معكم فاس، السلام عليكم، صحة عيدكم، سبحان الله كيما ديري معاهم، ماشي سامعة بيهم كاع كيفاش ديري معاهم، أنا نجوز اللايف تاعي ونروح نروح، حنتكسل. تاع علاش هاكو دير الزكار؟ علاش ما حبيتوش تبارطاجي اللايف من 7 و5000 غير بربع، غير بالعباد اللي راه عندي كاري تصحاب لاباج تاعي راك واعرينا. فازو تي سي كو لا جالوزي في بارلي كو ديو تو بروتيج اي تو ربي يحفظك عمري غير زاف ان شاء الله عمري اختي، ما تخافيش انا مولات النيه حق، هاد العاد غير عليهم وراهم والزمن طويل. هلا في روحكم، يتهلا فينا ربي. A tout à l'heure.